طفلة من الجن عايشة في اليمن، اتعلمت من الجن كل طرق العلاج وجات اليمن عشان تشفي الناس. اللي هتسمعه دلوقتي ده قصة حقيقية حصلت في سنة 2013 في اليمن. من غير ما نطول في المقدمة صلي على الحبيب ويلا بينا نبدأ. في سنة 2013 كل اهالي اليمن اللي كانوا بيشتكوا من اي مرض بدأوا يروحوا على بيت بنت اسمها سكه. بنت عندها 8 سنين، اول ما بتوصل عندها مش محتاج تتكلم او تقول لها انت بتشتكي من ايه، لانها بتبص في عينك وهتقول لك على طول ايه اللي انت بتشتكي منه، وهيبدأ بعد كده اخوها اللي قاعد جنبها يكتب الوصفة اللي هي هتقولها، وصفة من اعشاب معينة بنسب معينة، اول ما هتاخدها هتخف على طول، وكل ده ب 500 ريال يمني ايا كان المرض بتاعك. الناس كانت بتقف عند بيتها بالالاف، واقفين قدام بابها، وهي من صباح ربنا بتقعد تعالج في الناس، واللي ما بيلحقش النهارده يبات قدام البيت لحد تاني يوم عشان يدخل الاول. عالجت ناس كتير، اللي كان عنده سرطان ربنا يحفظنا ويحفظكم، واللي كان بيشتكي من اي مشكله في جسمه، واللي بيشتكي انه مش بيخلف بيطلع من عندها شهر والتاني ومراته بتبقى حامل. كل الناس دي دقايق معدوده قدام عيون كاسا وبتعالجه. وكاسا كانت بنت بتحب شغلها قوي، البنت اللي عندها 8 سنين طول النهار شايفه شغلها، وبالليل ما بتنامش بتطلع الجبل عشان تجيب الاعشاب اللي هي بتستخدمها في العلاج اللي محدش يعرف قيمتها غيرها هي، وترجع تاني يوم الصبح تعالج الناس. اللي بقوله ليك ده مش اي كلام، ده كلام ناس كتير في اليمن وبره اليمن، ناس فقيره وناس غنيه، ناس مثقفه وناس اصحاب مناصب كبيره قوي في البلد، وكمان امراء وملوك من دول الخليج. اصل السيت بتاع كاسا سمع في الوطن العربي كله، كل الناس دي اتعالجت على ايديها او على عينيها يعني مفروض. وحالات كتير خلصت من عند كاسا وراحت كشفت في المستشفى، والدكاتره بتوع المستشفيات قالوا لهم انتوا خلاص بقيتوا كويسين ما بتشتكوش من اي حاجه. طب هي ايه حقيقه الحكايه دي كلها؟ ايه حقيقه كاسا؟ في ثلاث روايات منتشرين عن كاسا، تعالى كده اقولهم لك واحده واحده. اول حكايه ان كاسا بعد ما اتولدت بسنتين ملك من ملوك الجن اختارها واخدها المملكه بتاعته، عاشت معاه هناك سنتين، علمها كل العلوم ورجعت تاني لبلدها واهلها عشان تعالج كل الناس المحتاجه، وهي ده اللي عملته. الناس بتقول حكايه تانيه برضو انها اتولدت في الجبل في ظروف معينه وبسبب كده عندها القدره انها تعالج الناس. طيب مالناش دعوه بكلام الناس، اهل كاسا بيقولوا ايه؟ ابوها قال في مقابله مع التلفزيون ان بنته وهي عندها 3 سنين كانت بتحب تلعب بالاعشاب جدا، وكانت بتطلع الجبل عشان هم عايشين في منطقة جبلية يعني، كانت بتطلع الجبل وتاخد الأعشاب دي وتعمل بها خلطات، ولما وصلت سن الست سنين بدأت تستخدم الخلطات دي إنها تعالج الجيران اللي حواليهم، والناس كانت لما بتستخدم الأعشاب دي كانت بتبقى كويسة، فالستات بدأت تقول لبعضها اللي تقول لجارتها واللي تقول لقريبتها، وبسبب كده بقت مشهورة لحد ما بقت أشهر واحدة في اليمن وهي عندها 8 سنين. لما عملوا مقابلة مع كاسا في التلفزيون المذيعة بتسألها هو أنت بتعالجي الناس إزاي؟ قالت لها أنا بستخدم أعشاب بس. قالت لها طيب السرطان عالجتيه إزاي؟ ردت عليها مش هينفع اقولك. الغريب في القصه بتاعت كاسا ان بعد 6 شهور من شهرتها اللي سمعت في الوطن العربي كله اختفت كاسا، اختفت تماما وعيلتها كمان معاها. طب راحت فين كاسا؟ الناس بدات تطلع اساطير زي ان ملك الجن اخدها عنده تاني ممكن عشان تكمل تعليمها، واللي يقول لك اصل في امير كويتي جالها قبل كده عشان ما بيخلفش وبسبب مساعده كاسا بقى يخلف، فقرر انه يتجوزها وياخدها هي واهلها يعيشهم احسن عيشه، بس محدش قال انها ممكن تكون خايفه تتفضح او انها لمت الفلوس هي وعيلتها وراحوا يعيشوا حياتهم في حته تانية. كل حاجه ممكنه، اصل عادي انها تجيب كام واحد تعمل بيهم شو يقولوا انهم كانوا تعبانين وبسبب كاسا خفوا، عادي جدا. ممكن لما انت بتدخل لها بتديك علاج وتقول لك العلاج دوت هيخففك خلال 3 4 شهور، ولما وزعت العلاج على الناس بعد 6 شهور هربت خافت لا تتفضح، الناس ترجع وتقول لها احنا لسه زي ما احنا. في 2013 كانت اليمن بتمر بازمه كبيره، وده كان سبب من الاسباب اللي خلى كاسا تتشهر. اصل كاسا العلاج كان عندها ب 500 ريال يمني، على عكس انك لو هتحتاج بس تروح تكشف في اي مستشفى كان ب 1500 في الوقت ده. طب هي ممكن تكون بجد كانت بتعالج الناس؟ الصراحه انا مش متاكد، خلينا نشوف رايكم في الكومنتات عن الموضوع ده. هل هي حقيقي بتعالج ولا لا؟ ولو بتعالج كانت بتستخدم اعشاب ولا بتستخدم علم من علوم الجن؟ وبهنا تخلص حكايه النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وتسيبوا لي رايكم في الكومنتات، ولو انت جديد عندي في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب. سلام.